حوالي سدس سكان العالم بيعانوا من الجوع أو سوء التغذية، وهذا السبب عشان الأراضي الزراعية عمالها تتحول إلى الصحاري، مش بسبب العوامل الطبيعية فقط زي قلة الأمطار أو التغير المناخي. الإنسان كمان هو مسؤول عن هذه الظاهرة، عشان هو سبب بالتنمية الغير مستدامة وزيادة السكان والرعي الجائر. مسؤوليتنا كما دعا إليها صاحب السمو الملكي الأمير الحسن المعظم تنبأ إلى هذه المشكلة منذ عقود، هي في حسن التخطيط ومشاركة الجميع إلى تجنب آثار هذه الظاهرة.